سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، ربيب رسول الله وتلميذه وزوج ابنته فاطمة، كان يقول: رب العباد سبحانه وتعالى خلق أقوى شيء. ما هو يا علي؟ رب العباد أول ما خلق، هذا في تصوره وفي رؤيته للكون وما فيه يعني، قال: خلق الله سبحانه وتعالى الحديد. فلما صار الحديد مخلوقا موجودا كأنما استشعر قوته، فيبدو أن الحديد يريد أن يتفاخر، فخلق الله له النار فتذيبه. النار شعرت أنها تذيب الحديد، فخلق الله لها الماء كي إيه؟ تطفئها. سبحان الله، الماء شعر بقوته، خلق الله عز وجل لها السحاب كي تحملها، السحاب شعر بقوته، خلق الله له الريح كي إيه؟ كي يحمل. سبحان الله، فلما خلق الله سبحانه وتعالى الريح، خلق الله الجبال تحجب الإيه؟ تحجب الريح والمطر والسحاب. سبحان الله العظيم. ثم خلق الإنسان، الإنسان سخر الجبال وعمل منها تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فلما خلق الله الإنسان شعر الإنسان بتميزه وبقوته، فسلط الله عليه النوم. يعني أي عظيم أنت تشوفه تلاقيه نايم، لما يجي ساعة النوم إيه؟ يقول العلماء: النوم سلطان، فإذا جاء السلطان ها نامت الرعية. صح ولا لا؟ فخلق الله النوم، فالنوم شعر أنه قوي بيأخر ابن آدم، فخلق الله الهم فطار النوم. يبقى أقوى حاجة إيه؟ الهم. اللهم أزل همومنا وغمومنا. طيب الهم والغم مصدرهم إيه؟ ها؟ العقل ولا القلب؟ القلب، القلب. فجعل الله عز وجل الذكر في قلب العبد كي يذكر رب العبد رب العباد عز وجل حتى يقهر الهم الذي عنده. اللهم إني أعوذ بك من الإيه؟ من الهم والحزن ومن العجز والكسل. يبقى أقوى شيء هو إيه؟ ذكر الله. هم مين يا راجل؟ ذكر الله، ذكر الله أهم شيء. ليه؟ يقهر الهم ويضيعه، وبعدين يشرح صدرك ويجعلك موصول بالله سبحانه وتعالى.